الخير والجمال على حضراتكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم اكتر 6 ابراج دمهم خفيف. مش معنى كده ان الابراج التانية دمها مش خفيف، لا، بس انا بقول اعلى نسب في خفه الدم وخفه الظل والضحك والهزار. قبل ما نقول ابراج، تعالوا ندخل نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واول برج معانا وبرج ساخر وكوميدي ودمه خفيف جدا شربات، برج الجوزاء. برج الجوزاء لو رايق القعده كلها هتبقى تحفه، هزار وضحك السنين، مش هتبطل ضحك معاه. برج ساخر وخفيف الظل ودمه عسل. تاني برج معانا برج الحمل. برج الحمل كمان من الابراج اللي دمها عسل، ضحكهم وهزار والقعده بتبقى مسخره. كمان لو في برج معامل ابراج اللي دمها خفيف، القعده كلها بتتقلب على الاثنين دول، بتبقى القعده كلها هزار وضحك وكوميديا. برج الحمل مع انه برج تقيل، لكن هو ياخد على الناس بس تدوره 10 دقايق كده ولا حاجه، ياخد عليك هتلاقي شخص كوميدي جدا دمه خفيف. انثى برج الحمل دمها عسل، تقعد معاها كده ما تبطلش ضحك، بس تسيبها شويه، يعني لازم تاخد عليك علشان تقدر ان هي تضحك وتهزر وتبقى يعني تبقى قاعده مبسوطه في القعده. ثالث برج معانا برج القوس. برج القوس يا جماعه دمه عسل، برج ساخر. لو ما لقاش حد يضحك معاه هيضحك على نفسه، لو ما لقاش حاجه يضحك عليها هيضحك على مشاكله. برج القوس برج طاير كده، ما يعرفش يقعد من غير ضحك وهزار، حتى مشاكله بيقلبها لضحك وهزار، ما عندوش حاجه اسمها نكد ابدا، ما بيحبش النكد، ما حدش يقول له مشكله، يعني كمان بالذات ما يحبش حد يصحى الصبح يقول له مشاكل. انا مش عايز اسمع مشاكل، انا عايز اسمع فرفشه وعايز اسمع هزار وضحك وعايز انبساط. عندكم مشاكل ما تقولوها ليش، ما بيحبش يسمع المشاكل اصلا، هيسخر منها وهيقعد يتريق ويهزر. البرج اللي معانا بعد كده برج الميزان. برج الميزان كوميدي كوميدي كوميدي، لما ياخد عليك ويقعد معاك من اكتر الابراج الكوميديه ضحك سنين. بصوا كل كلمه هتقولها هيقول لك، هيقلش عليها وهيضحكك، ولو عندك مشكله هيقلبها لك بهزار، ويعني ياخد خد منه طريقه، خد منه هزار، خد منه سخريه، خد منه كوميديا. برج الميزان من الابراج اللي هي ما بتحبش النكد برضو خالص، ابراج اللي بقولها لكم دي ما بتحبش وجع الدماغ ولا النكد، لقت القعده الحلوه بتقعد فيها، لقت قعده دمها تقيل ونكديه بتمشي، ما بتقعدش فيها، ما بيحبوش يوجعوا دماغهم ولا يضيعوا وقتهم في قعدات كئيبه. بعد كده معانا برج الدلو. برج الدلو طبعا قولوا لي برج الدلو عشان برجك، لا والله هو برج الدلو دمه خفيف وكوميدي، وبرده هو برج هوائي ماشي بعواطفه، وفي نفس الوقت ما بيحبش يظهر المشاكل اللي عنده، بيبقى عنده مشاكل كتير جدا، لكن بيظهر للناس زي الفراشه. انتوا عارفين انا بالنسبه لي برج الدلو فراشه، فدايما حتى انثى برج الدلو اكتر من رجل الدلو كمان، يعني رجل الدلو تقيل شويه عن الانثى، انثى برج الدلو دمها خفيف خفيفه الظل، تحب تقعد معاها، تحب تضحك، تحب تهزر، ما تحبش حتى توصل للناس المشاكل، لدرجه ان الناس كتير بيفتكروا انهم عايشين من غير مشاكل، انهم عايشين فوق عند النجوم كده، ما عندهمش اي مشاكل ولا عندهم اي حاجه ممكن تضايقهم في حياتهم، هم ما بيحبوش يتضايقوا. برج الدلو من الابراج اللي ما بتحبش تتضايق، حتى لو في مشكله وهو عايش المشكله دي ما بيهتمش بيها وما بيتضايقش، وبيبص لحاجه ايجابيه وبيبص لحاجه كوميديه، وبيبص للمشكله يعني جوه المشكله كده على الحاجه الكوميديه ويضحك عليها، فهو ممكن بيضحك على مشاكله كمان. فبرج الدلو من الابراج اللي دمها خفيف وقعدتها حلوه وخفيفه الظل. البرج اللي بعد كده اخر برج معانا برج الجدي. برج الجدي بس طريقه هزاره وضحكه بتختلف تماما عن الابراج التانية. برج الجدي كل هزاره وضحكه تريقه. برج الجدي يتريق على ده، يتريق على ده، بصوا ده مش عارف عامل ايه ويضحك، بصوا ده بيقول ايه ويضحك. فبرج الجدي برج ساخر جدا جدا جدا، بيسخر من اللي حواليه، هو بيضحك معاهم وبيضحكهم وبيبقى قاعد مبسوط، بس هو معظم هزار وسخريه من الاخرين او تريقه، ولو ما لقاش حد يتريق عليه على فكره هيتريق على نفسه،
هيتريق على اخته على مراته على اولاده. يعني رجل الجد لما بيهزر ما بيستثناش حد او ما بيسيبش حد، كل اللي موجودين تريق عليهم. على فكرة انا اخويا جدي وبشوف منه كده على طول، يعني هو بيمسكنا في القعدة كلنا. فبرج الجدي من الابراج اللي دمها خفيف جدا وخفيفة الظل، بس طريقة هزارها مختلفة تماما عن الابراج التانية. بقية الابراج دمها خفيف بس ليها نسبة اكتر، يعني بتلاقيهم تقال في نفسهم كده وعقلين، والضحك عندهم بحساب والهزار بحساب، وفي وقت هزر في وقت ما هزرش فيه. لا، الابراج اللي انا قلتها دي في اي وقت بتهزر، عندها مشاكل بتهزر، عندها هموم بتهزر، عندها. الابراج التانية لا، يعني مثلا زي السرطان لو عنده مشكلة مش هتلاقيه لا يعرف يهزر ولا يضحك ولا يبقى مبسوط ولا تقعد معاه اصلا، لان هو بيبقى مكتئب جدا. برج العقرب لما بيكون متضايق محدش ما يعرفش يقلب مشكلته لهزار ابدا. العذراء نفس الحكاية. ففي ابراج تانية كتير الهزار معاه عندها بحساب او في وقت، لكن الابراج اللي قلتها لكم دي لو ما ضحكتش على على اي حاجة هتضحك على نفسها. فيا رب تكونوا منهم، ولو حد عندكم في حياتكم